دوروا وشكوا عيني شوية كفاني وشوش ده أكم من وش غدر بيا ولا ينكسفوش بكل شفافية بكل صدق ممكن تقتلك الأضواء؟ بكل صدق بكل شفافية مع المشاعر يعني مع شوية مشاعر الواحد حاسة يعني هلأ إنه إيه ممكن ممكن الأضواء تقتل ممكن سمع ممكن أمرار الشهرة تعب ممكن الظروف ممكن لما بيكونوا ضعاف وما في حدا حدهم يحميهم ايه ممكن يروحوا فيها وانا عم بكذب عليك اذا ما بقول لك بتجي الفكره امرار على الراس وبساعة يأس او بساعة فقدان امل او بساعة قلة ثقة او بساعة احساس كثير انه بفكر لوحدي بس انه الحمد لله ايماني بالله كبير ولحظات تمرق علي يعني امرار بقول بدي فل واكيد انا عايش ظروف ممكن انا واجهها ممكن اي انسان يواجهها شهرة شهرة على قد ما هي بتعيش على قد ما هي يعني كل انسان بحاجة لحدا اقوى منه بكتير ليقدر يمنعه انه يفكر بطريقة سوداوية وقوة كل انسان ضعيف هو بالاشخاص اللي حواليه اللي بيحموه اللي بيعطوه امل انه اكيد كل انسان معرض وانا من هالناس انا بيجمعني فيهم اشياء انا متأكدة انا فيه شيء من جواتي من هول ثلاثة ومن ثلاثة غيرهم يعطيكي طول العمر انا ما بدي يعني انا هلا فوتوني بجو درامي كثير بس حياتي فيها درامي يعطيكي العمر المديد هيفا وتضوي مثل جواهرك تضوي مثل جوهراتك علي بن علي ومثل مثل هالناس وهتافاتهم ومحبتهم انا بشكرهم على حبهم وبيحمي كثير ما بقول لك لا ما بيحمي مي يعني كل عن كل شيء بس بيحمي كثير لانه هول هن الاشياء المعنويه اللي الانسان بيطلع فيها انه اعطيت كل صورتي وكل وقتي واعطيت كل شيء لهالطعم اللي حبيته كثير هو طعم النجاح وهن عطيوني بالمقابل وبيجي وقت هيك مثل واحد كنت اقول هيك اقول انا انه واحد سبحان الله اول ما بلش بالشغل بكون متمني انه مثلا كنت اقول يا الله يا ريت بمرق والناس تعرفني وبعدين بصير يفكر بطريقه مغايره بعدين بحط العوينات انه تمام لانه بيعتبر حاله هالانسان على قد ما وقته كله للناس بدور شوي على وقت لإله وامرار بالوقت اللي بيكون عم بدور على وقت لإله بلاقي حاله لحاله مع افكار سوداء مع فقدان امل مع اشياء بدها قوه كثير بدها قوه يحس حاله بجوهر الاكزيستنس اللي هو